عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهاردة هشرح محاضرة الكوميونيتي هيلث بروفايل. محاضرة الكوميونيتي هيلث بروفايل محاضرة سهلة جدا مش صعبة، بس هي كده في البداية لو انت ما انتش فاهمها هتحس بصعوبة. ان شاء الله هتخرج من الفيديو مش هتحتاج تذاكر المحاضرة تاني. حتى كمان انا عامل المحاضرة تلخيص، هتلاقي اللينك بتاع الملف في PDF تحت عندك في الديسكريبشن، هتضغط عليه اعمل ملخص لك المحاضرة بطريقة سهلة وبسيطة وهتلم لك الدنيا، بس تفهم الأول وبعد كده بروح بص على التلخيص. يعني ايه كوميونيتي هيلث بروفايل الأول؟ كوميونيتي اللي هو المجتمع، هيلث اللي هي الصحة. طيب بروفايل، عارفين كلمة بروفايل جاية من كلمة ايه؟ ملف، أو يقولوا عليها كلمة، عارف كلمة إيه؟ العدسة ديت بتدل على حاجة، بتدل إن احنا بناخد ايه، عارفين كلمة لمحة أو صورة. فبروفايل إن احنا ايه، بنعمل للمجتمع اسسمنت، بنعمل للمجتمع تقييم. فده الموضوع هيدور على كده، ان احنا بنعمل للمجتمع ايه، بنعمل للمجتمع اسسمنت او تقييم. طيب فالصوره صوره العجز ديت مش هبهزر، ده كده محطوطه، لا ده محطوطه ان هي تدل على حاجه، تدل ان احنا عايزين ايه، ناخد كده إيه؟ نشوف المجتمع، ناخد إيه؟ لمحه كده او صوره او ملف من المجتمع. خلاص فديت المعنى يعني عشان تفهموا. طب يعني بقى كوميونيتي اسسمنت او قول عليه كوميونيتي دايجنوزز. بص يا بطل، كوميونيتي اسسمنت مش قلت لك ان هو عمليه تقييم؟ مش احنا كنا خدنا في ماده اسمها اساسيات، اللي يقول لك العمليه التمريضيه مش بتتكون من اسسمنت بلاننج امبلمنتيشن ايفالويشن والكلام ده. فهنا كمان الكوميونيتي اسسمنت انت لازم نازل تعمل اسسمنت للمجتمع، نازل تعمل تقييم للمجتمع. طيب فبقول لك شوت بي ذا فيرست ستيج ان بلاننج هيلث بروجرام. احنا اقول لك ايه، هو رايحين مثلا يعملوا هيلث بروجرام، فاول خطوه او اول مرحله تبقى معانا ايه، يبقى معانا خطوه الاسسمنت، لازم نعمل تقييم للمجتمع ده. تعال تريف تاني قال لك هو كوانتيتيف اند كواليتيف ديسكريبشن اوف هيلث اوف كوميونيتي. ما انا قلت لك ان احنا بننزل ناخد لمحه كده او ناخد صوره كده من المجتمع، او ننزل نعمل ايه، وصف كده للمجتمع. فبقول لك ايه، اذا كوانتيتيف، كوانتيتيف اللي هي كمي، كواليتيف اللي هي ايه، نوعي. عارفين كلمة كم ايه، حاجة يبقى عدد، نمبر مثلا، ممكن مثلا تنزل تعمل احصاءات، تعمل حاجات. فكلمة كوانتيتيف جاية من كده. طيب كلمة كواليتيتيف، كواليتيتيف جاية من كلمة حاجة نوعية، ما بقاش فيها ايه، يعني بتبقى حاجة نوعية، حاجة ما يعني ايه، بتبقى عبارة، ما بتبقى استاتستيك زي الكوانتيتيف، لا بتبقى كواليتيتيف، حاجة نوعية. يعني مثلا تحتاج حاجة، مثلا تحتاج ترتيب، حاجة مثلا تحتاج أفضلية، حاجة يقول لك حاجة نوعية، يعني حاجة ما اقدرش ايه امسكها بايدي. خلاص فدي حاجات كده إيه، تبقى فاهمها. تمام. طب ايه اهميته بقى، نعدل بس الصوره كده. يقول لك ان الجول اوف كوميونيتي اسسمنت، نركز في الحته دي. بيقول لك تو بيكم فاميليار ويز ذا بيزك كاركترستيك اوف ذا كوميونيتي اند ايت سب جروب. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك تو بيكم فاميليار ويز ذا بيزك كاركترستيك اوف ذا كوميونيتي. احنا ليه بنعمل كوميونتي اسسمنت او ليه بنعمل تقييم للمجتمع؟ عشان نبقى فاميليار بالمجتمع، عشان نبقى فاميليار بالخصائص اللي بتبقى في المجتمع، علشان ان احنا يقول لك، يعني انا عايزك ايه، تبقى فاهم، المهم تبقى فاهم. يقول لك مثلا تو ايدنتيفاي هاي ريسك بوبوليشن، عشان مثلا السكان مثلا هم الهاي ريسك، فاحنا نتعرف عليهم، ان احنا نكسب التراست. انت لما تنزل المجتمع ويبقى بينك وبين المجتمع تفاعل كده، هتكسب التراست بتاعهم، هتكون بي اكوينتد، هتكون يعني مدرك، او تكون عارف او مدرك بالحاجات اللي في المجتمع، بالاجنسيز، بالاورجنايزيشن والكلام ده، الخدمات اللي بتقدمها المجتمع. تو ستيميليت بابليك انترست، خلاص تو ايدنتيفاي هيلث بروبلم. كل الكلام ده تبقى فاهمه. انا بتكلم عن جول، هدف، اللي انا بعمل كوميونتي اسسمنت عشان اكون فاميليار بالمجتمع، علشان اشوف المشاكل اللي في المجتمع. تذاكر كده تبقى فاهم بنفس الطريقه اللي انا بقولها لك دي، عشان تو ستيميليت البابليك انترست، عشان اتعرف على الهاي ريسك بوبوليشن اللي عايشين في المجتمع. بس كلام بسيط جدا جدا، بس لو فهمته. نروح للي بعده. ديت importance of community assessment. طب اهميته بايه؟ اول حاجه help to set البرايورتي، البرايورتي اللي هي الاولويات، علشان احط اولويات الاول، اشوف ايه اللي يبقى في الاول وبعد كده بالترتيب، اعمل له رانكينج يعني. provide baseline information، عشان احط baseline information، علشان انشور ذا ديسيجن ار، عشان لما اجي اعمل قرار يبقى مبني على ايفيدنس، يبقى مبني على دليل، مش حاجه كده، لا تبقى الحاجه اللي عملها تبقى مبنيه على دليل. لازم عشان ايه، اشرك الديسيجن ميكنج بروسيس، جايد بوليسي، كان اسيست ان مابنج. خلاص نلخص الكلام اللي انا بقوله ده، اهميتها ايه، قلت لك عشان احط الاولويات، انا نازل المجتمع بعمل له اسسمنت عشان احط اولويات، هخلص الاول، طب اللي بعده ايه، طب اللي بعده ايه. تمام، انت فهمت الحته دي؟ اكيد فهمتها. بعد كده علشان ان انا
يعني قال لك ايه، بروفايد بيز لاين انفورميشن، عشان اعمل احط بيز لاين انفورميشن، اقدم بيز لاين انفورميشن اباوت هيلث، ذا هيلث ستيتس اوف كوميونتي ريزيدنتس، علشان الحته دي جايه مهم قوي. بقول لك ايه، كان يعني كان اسيست ان مابنج، ولو جيت تبص كده فوق يقول لك ايه، جايد بوليسي انفولف ان ديسيجن ميكنج بروسيس انشور ديسيجن ار بيزد اون ايفيدنس. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا بطل، عشان حد يقول لي يعني ايه انشور ديسيجن ار بيزد اون ايفيدنس، انا مش فاهم الحته دي. لا يا بطل، بقول لك ان انت لما تيجي تاخد قرار، يبقى القرار اللي انت واخده ده مبني على دليل، مبني على حاجه صحيحه، مش حاجه كده مبنيه على، لا، الحاجه اللي تعملها تبقى مبنيه على حاجه لها دليل، حاجه لها مرجع. خلاص خلاص، بس تبقى وانت بتذاكر تفهم الكلام ده، في كلام بتفهم وفي كلام بتحفظ، فانت حاول على قد ما تقدر تبقى فاهم. طب الكاركترستيك اوف سكسسفول كوميونتي اسسمنت، خصائص بقى ايه لما اقول انا عملت ايه سكسسفول اسسمنت للمجتمع ده؟ اول حاجه بقى او خصائصه، يبقى اندرستاند ذا كارنت سيتويشن فيرست، افهم كده وادرك اول حاجه السيتويشن اللي انا فيه. بعد كده احط فيجن اللي هي رؤيه، احط رؤيه للمستقبل، انا في حاجه، في مثلا هدف قدامي عايز اوصل له، فده بيسموه ايه، الفيجن، رؤيه، حاجه عايز اوصل لها. allow question to drive assessment process، يبقى عندي كده question عايز ايه، عايز اشوف له حل، او عايز اشوف له يعني مثلا في حاجه، في المشكله في المجتمع، فانا بحط السؤال ده، السؤال ده بقى بقعد ادور عليه واشوف بقى ايه الحل بتاعه. خلاص، ادريس ايشو، اشوف ايه، يقول لك الايشو، القضايا اللي في المجتمع وكده. communicate information back to stakeholder، نلخص الكلام، بقول لك characteristic of successful community assessment، علشان يبقى في successful community assessment، تقييم كده ناجح وصحيح، قلت لك لازم احط فيجن، حاجه عايز اوصل لها في المستقبل، اللي انا افهم الموقف صح الاول، افهم الحاجه الاول، بعد كده احط الفيجن بتاعتي. ممكن يعني ممكن تجي لك في الامتحان يقول لك ايه characteristic، يبقى اول حاجه معناه understand the current situation first. طيب لو كويشن، قلت لك ان الكويشن دي اللي هي مثلا البروبلم او الحاجه اللي عندي، بشو ايه تو درايف اسسمنت بروسيس. خلاص، يعني مثلا لما تاخد ماده اسمها ايفيدنس، او انت لو خدتها تعرف ان مثلا لو في مثلا مشكله معينه او حاجه معينه، فانا بعمل لها سؤال، السؤال ده بدور عليه وبشوف له حل، بشوف له حل فين، مثلا على النت، على المواقع، على كده، فاهمين ده الفكره، يعني هتفهم الكلام ده لو انت خدت ماده ايفيدنس. طيب في عندي بقى حاجه اسمها الكوميونتي اسسمنت ميثود، الحاجه دي تيجي في الامتحان، الميثود اللي جايه ديت بتيجي في الامتحان، ميثود طريقه، انا هعمل بقى اسسمنت ببساطه خالص. قال لك اول حاجه اسمها فاميلاريزيشن، يعني ايه فاميلاريزيشن؟ من اسمها تو بيكم فاميليار ويز نيو كوميونتي. طيب انا بعمل ايه؟ بيقول لك ان هنا ان النيرسز بتنزل تعمل درايف، يعني مثلا تركب السياره بتاعتها او اي وسيله وتنزل تلف كده في المجتمع اراوند ذا كوميونتي، علشان تشوف المجتمع، علشان تشوف الهيلث بتاعته، الجفرنمنت سيرفيسز، علشان تقول لك ايه، تعمل تشوف كده ايه المجتمع، فاهمين يا شباب؟ ده الفكره يعني. فكلمه بيسموها ايه، الكلمه دي قوي مشهوره، بيقول لك طريقه سريعه، انت بتنزل زي مثلا لما تيجي تعمل مثلا سكرين شوت كده للشاشه، تقوم عامل ايه؟ عامل سكرين شوت. فانت هي نفس الفكره كده، انت بتنزل تعمل سكرين شوت كده للمجتمع، ببساطه انا بشبهها لك يعني، بتبقى كويك واي، طريقه سريعه، عشان تبقى عندك فاميلاريزيشن بالمجتمع. طيب في بقى عندك حاجه اسمها بروبلم اورينتد اسسمنت، من اسمها كل كلمه بتدل على اسمها، يعني الوايند شيلد سيرفي والفاميلاريزيشن دي من اسمها، خلي بالك ممكن ما يجيبلكش كلمه فاميلاريزيشن، يجيب لك كلمه وايند شيلد سيرفي، وكلمه وايند شيلد سيرفي دي اكتر كلمه بتتكرر في الامتحانات يعني. في عندك حاجه اسمها بروبلم اورينتد اسسمنت، خلاص من اسمها يبقى في مشكله، يبقى انا هبدا ويز ا سنجل بروبلم اند اسيس ذا كوميونتي ان ذا ان تيرم اوف ذات بروبلم. خلاص، يعني انا ايه، انا هنا ببدا بيه يا شباب، انا هنا ببدا ات بيجن ويز ا سنجل بروبلم، انا هنا ببدا بالمشكله واعمل لها اسس وكده. خلاص، كل كلمه يعني بتدل على معناها. خلاص، بقول لك احنا بنستخدم ديت لما الويند شيلد سيرفي ما بيكونش سفيشنت، فاحنا بنروح بقى ايه للبروبلم اورينتد اسسمنت بكل بساطه وبكل سهوله. طيب اللي بعده يا بطل، this type is responsive to a particular need، دي اللي بتتكرر في الامتحان، تقول لك this type is responsive to a particular need should also seek to describe contextual issue associated with the need، دي بتتكرر، اللي هي خاصه بالايه؟ اللي خاصه بالبروبلم اورينتد اسسمنت، اهي ركزوا معايا، بروبلم ايه؟ اورينتد اسسمنت، انتوا بقى ايه تركزوا في الحاجات اللي انا بقولها دي. بقول لك ان الداتا should address the magnitude of the problem، خلاص؟ كلام بسيط جدا جدا. فهمنا اول حاجه اللي اسمها ويند شيلد سيرفي او الفاميلاريزيشن،
بعدها اتكلمت على البروبلم-oriented assessment وقلت لك كل كلمة بتدل على معناها، بس فيها كومل كده بين بين السطور بيلعب عليها في الامتحانات. طب اللي بعدها بيقول لك يا بطل هنا الكوميونتي سب سيستم اسيسمنت، من اسمه انا واخدين كل كلمه من اسمه، بيقول لك ان الكوميونتي هيلث نيرس فوكس اون سنجل دايمنشن، بتركز على سنجل دايمنشن من المجتمع، اهو يعني سنجل دايمنشن فرع كده، مش المجتمع ده هنشبهه مثلا بشجره، فهي بتركز على سنجل بقى فرع كده من الشجره. فور اكزامبل جينيرس مايد ديسايد سيرفي، خلاص ات كان بي يوسفول واي فور تيم كونداكت، انا بدور على جمله ممكن يجيبها لك في الامتحان، فانت ركز في الجمل دي، ممكن مثلا يجيب لك ات كان بي يوز في الواي فور تيم كونداكت، اللي هي ايه الكوميونتي سب سيستم اسيسمنت، طيب سيستم اوف ذات كوميونتي كان بي ديستريبيوتد امونج ذات تيم ممبر، فانت الجمل دي تفهمها وتحفظها علشان ما تنساهاش. انا عارف ان في حاجات ما بتتفهمش كده، يعني في حاجات تحس ان في كلام كده مش مفهوم، ايوه دي حاجه طبيعيه، لان في حاجات بتتفهم وفي حاجات بتتحفظ. يعني ايه تتحفظ؟ ان انت تعلمها كده وتربطها في دماغك. طيب كومبريهنسيف، كومبريهنسيف من اسمها يعني حاجه، هتلاقي كل حاجه شامله، بيقول لك ايه او تو ديسكفر اول ريليفنت كوميونتي، شوف اول كل ريليفنت كوميونتي انفورميشن، شوف من اسمها ات بيجين ويز ا ريفيو اوف اكزيستنج ستادي، هي بتبدا لو في دراسات قبل كده، وبتبدا ايه ما بتبداش بقى ايه ما بتبداش من الاول خالص، لا هي بتشوف الدراسات اللي قبل كده وتكمل عليها وتبحث وكده. ا سيرفي كومبلايز اول بروديموغرافيك انفورميشن، احنا عارفين ان الديموغرافيك زي السايز والدنسيتي والكلام ده، خلاص كي انفورمانتس وكي انفورمانتس، ببساطه خالص الكومبريهنسيف هيجي لك في الامتحان يقول لك ايه ات سيك تو ديسكفر اول ريليفنت كوميونتي هيلث اسيسمنت، قول له من اسمها خالص، من اسمها باينه وسهله جدا، ما انت بتقول لي اول ريليفنت كوميونتي اللي هي كومبريهنسيف الحاجه الشامله، بس بيقول لك بقى ان الحاجه الشامله ديت لها عيب، حد عارف ايه العيب بتاعها؟ بالعقل، بالعقل حاجه كده شامله بتلم كل حاجه كده، فالحاجه ده هتاخد وقت، فالحاجه ده هتتكلف فلوس، ببساطه خالص اقول لك، قال لك انا ايه هتاخد وقت وهتتكلف فلوس بس، قال لك consuming and expensive، مفيش اسهل من كده. الميثود اللي انا بقولها ديت بتيجي في الامتحان. طيب community assist assessment، هنا بتركز على السترينث والكباسيتي بتاعه المجتمع rather than its problem، بيقول لك بتركز على القوه اللي في المجتمع والمزايا والكباسيتي والسترينث نقاط القوه، هنا بتركز على نقاط القوه مش rather than البروبلم، ممكن بقى يلعب لك بقى يقول لك ايه بتركز على البروبلم rather than السترينث والكلام ده، اهو شايف، لا rather than البروبلم. it provide community it provide base to build a new approach it focus on creating rebuilding relationship it provide the community the ability to identify liberty، اقرا الكلام ده علمه في دماغك، بس انت المهم تفهم من اول جمله دي اللي هي بتبقى اهم جمله عندك لان هي اللي مفهومه. يعني هنا مثلا بيقول لك it focus on creating or rebuilding relationship، يعني بتركز على creating تبني relationship among local residents والكلام ده، خلاص خلاص. اللي جاي بقى ده سؤال في الامتحان بتيجي في كل امتحان كل سنه، الستبس اوف كوميونتي اسيسمنت، اول خطوه ايه يا شباب؟ ديترماين ذا اوبجكتيف، ايوه ايه ديترماين ذا اوبجكتيف، هيجي لك في الامتحان يقول لك اول خطوه ديفاين ذا ستادي بوبليشن ولا ديترماين ذا داتا تو بي كولكتد ولا ديفلوبينج تول ولا ديترماين ذا اوبجكتيف، لا هتبقى ديترماين ذا اوبجكتيف، اول حاجه بحدد الاوبجكتيف، بعد كده ديفاين ذا ستادي بوبليشن، بعد كده بحدد الداتا اللي انا عايز اجمعها، معايا تول، التول دي بقدر اجمع منها الداتا، بعد ما بجمع الداتا بدخلها واحللها، بدخلها ولا احللها على برنامج اسمه الاس بي اس اس، برنامج احصائي يعني، بعد او اي في برامج احصائيه كتير بس ده البرنامج المشهور. يبقى اول حاجه اهو جمعتها دخلتها على البرنامج الاحصائي عملتها اناليسز، البرنامج ده بيطلع لك الستاتستيك وبيطلع لك احصاءات، فانت بقى بتشوف بتعمل لها سمرايزيشن، بتتعرف على المشكله، بتحط اولوياتك، بتحط الاكشن بلان، وفي الاخر بتعمل ايفالويشن، بتعمل تقييم. بس بكل بساطه اول حاجه حطيت الاوبجكتيف بتاعتي، اتعرقت اول حاجه حددت البوبيليشن اللي انا هروح له، بعد كده ديترماين ذا داتا هشوف الداتا اللي انا عايز اجمعها، طب هجمعها بايه؟ هجمعها بتول، لازم يبقى معايا تول، طب خلاص معايا التول هجمع بيها، بعد ما اجمعها بدخلها على البرنامج الاحصائي، بعد ما بدخلها على البرنامج الاحصائي، البرنامج الاحصائي ده بيعمل لها اناليسز وبيعمل لها كده انتربريتيشن وبيطلع لك احصاءات، فمن الاحصاءات هقدر اعمل لها سمرايزيشن واعمل لها برزنتيشن، خلاص عملت لها سمرايزيشن وعملت لها برزنتيشن اقدر اتعرف على المشكله، بعد ما اتعرف على المشكله او اكتر من المشكله بحط اولوياتي، بعد ما بحط اولوياتي بعمل اكشن بلان، وفي الاخر لازم اعمل ايفالويشن، مهمه جدا جدا. الكلام عندك في الكتاب اهو لو قعدت تقرا نفس الكلام اللي انا بقوله، قال لك اول حاجه حط اوبجكتيف، بعد كده حط الاستادي بوبليشن يعني مثلا مكانهم، اللغه بتاعتهم، العرق بتاعتهم، اعمارهم، المكان اللي هينزلوا كده، بيحدد البوبليشن اللي هو رايح له. طيب
كلمة ده ديموغرافيك وجيوغرافيك وديموغرافيك. كلمة ديمو من اسمها، ديمو جاية من كلمة بوبليشن، فتلاقي كلمة بوبليشن سايز جاية كده في السؤال مثلا، يقول لك مثلا بوبليشن سايز، بوبليشن كومبوزيشن ده خاص بايه؟ بالديموغرافيك. طيب توبوغرافيك او جيو، جيو ليه جاي؟ فكلمة كنا بناخد جاي من كلمة جيولوجيا، يعني اللي هتبقى خاصة بايه؟ بالارض والبيئة والمكان اللي هم عايشين فيها وكده، السويل وكده والمعادن كده، زي كلمة الجيولوجيا اللي كنا بناخدها. سوشيو ديموغرافيك، اه سوشيو تبقى خاصة ايه؟ بالحالة بالسوشيال، حاجة حالة اجتماع، الحاجات الاجتماعية. انفيرومنتال خاصة بالطبيعة، كلام انت تقراه مع نفسك كده، نفس الكلام سهل جدا، مش محتاج شرح. يعني الحاجات اللي يقول لك انفايرمنتال يعني المسكن بتاعهم، المكان اللي عايشين فيه، الهواء، جودة الهواء والضوضاء بس. ممكن بقى تقرأ الكلام ده. هنا بقول لك ديفلوبنج تولز اند تكنيك، ايوه ميثود اوف داتا كولكشن. طب بقول لك احنا بنجمع الداتا دي، طرق تجميع الداتا، ممكن اعمل كويشنير اللي انزل مثلا اعمل استبيان، ممكن مثلا ان هو من الريكورد اللي مكتوب قبل كده، او ممكن مثلا انترفيو بينك وبين الشخص او بينك وبين المجتمع، تنزل تعمل انترفيو بينك وبينهم كده بس. هنا عندك حاجة اسمها ريسيرش ديزاين، الحاجات دي لو خدت مادة إحصاء هتفهمها، مادة حاجات سهلة جدا. الريسيرش ديزاين في لك حاجة اسمها كوانتيتيف وكواليتيتيف، سيستماتيك ريفيو، ميتا أناليسيس، كوانتيتيف اوبسرفيشنال اكسبيرمنتال. ما رضاش يشرح لك دي، لأن أنت أكيد أنت واخدها في إحصاء أو دلائل، فمش محتاجة شرح، حتى هو الكتاب ما جابلكش لا فيها شرح، هي رسمة كده بس. إيه يعني إيه ريسيرش ديزاين؟ هنا بقى الداتا كولكشن اللي إحنا كانت الخطوة رقم 5، جمعنا الداتا من تيم كوميونيتي أور وركينج جروب، تمام؟ اه ممكن مثلا يجيب لك في الانترنال سورسز، ثرو انترنال سورسز مثلا في المابس، الليدرز، الفيو اند اكسبيرينسز، اكسترنال سورسز من الانفورميشن والسنسنس وكده. طيب يعني ايه الكلام ده؟ حد ممكن مثلا يقول لي يعني الحكه ده مش فاهم. لا حته سهله جدا وبسيطه، بقول لك ان مصدر المعلومات ده ممكن تبقى حاجه انترنال وممكن تبقى حاجه اكسترنال. انترنال ان انا ايه مثلا انزل مثلا اتكلم مع الليدر اللي في المجتمع، انزل انا اتكلم معاهم، مع النيرسز، مع اهو ما اشوف المجتمع وكده. طب الاكسترنال بتبقى حاجه مثلا زي السنسسز، دي مثلا ريبورت قبل كده، الحاجات بقى اللي بتبقى مثلا ريبورت، سنسسز، انفورميشن، حاجات بتبقى اتجمعت قبل كده وانا راح ابص عليها بكل بساطه. يعني يقول لك ايه يعني مثلا يشبهوا كلمه اكسترنال ديت ان هي حاجه مثلا، يعني مثلا حاجه سكندري. يعني ايه حاجه سكندري؟ انا بقول لك مثال، يعني حاجه نزلت ايه، بتبقى الحاجه مثلا دي متجمعه قبل كده، حد عملها قبل كده. اما الحاجه اللي انا بقى بنزل اعملها دي بتبقى انا اللي بعملها، مثلا بيسموها برايمري، انا اللي نازل اسال، انا اللي نازل ادور. تبقى فاهم ورابط المعلومات في دماغك بكده. بس هنا بقى بيتكلم لك على الداتا اناليسيس، بندخلها، وقال لك رسم لك صوره بتدخلها على الكمبيوتر على البرنامج الاحصائي وبيطلع لك بنتائج. بس مفيش اسهل من كده. اي هنا التعريف ده على طول في الامتحانات، الكوميونتي اكشن بلان ده، بقول لك is a road map for implementing community change by identifying and specifying what will be done, who will do it, and how it will be done. خلاص ال community action plan road map كده for implementing community change. تعرف ده انت تكون حافظه كده، بيجي على طول في الامتحانات. وفي الاخر لازم نعمل تقييم. الخطوات اللي انا قعدت اقولها اللي هم حوالي 12 خطوه دمت، مش صعبين، سهلين جدا. قلت لك انا بحدد الاوبجيكتيف، ودي اهم جمله عندك عايزك تحفظها، بحدد الاوبجيكتيف بتاعتي. بعد ما بحدد الاوبجكتيف بتاعتي بحدد الليست، بشوف الناس اللي انا نازل لهم دوم، بحدد اشوف مثلا مكانهم، لغتهم كده، ببقى في دماغي الحاجات دي. بعد كده بحدد الداتا اللي انا عايز اجمعها. بعد ما بحدد الداتا، طب انا هجمع الداتا دي بايه؟ مش لازم يكون معايا تول؟ ايوه لازم يكون معايا تول. طيب جبت التول، بروح اجمع الداتا. طب لما بجمع الداتا هعمل بقى ايه؟ مش لازم ادخلها على البرنامج عشان يطلع لي باحصاءات؟ طب لما خلاص دخلتها على البرنامج والبرنامج طلع لي باحصاءات، فهو بيعمل لك سمرايزيشن وبرزنتيشن للداتا اللي انت مدخلها دي. طب انت من خلالها تعرف تشوف المشكلات، فلما تعرف المشكله هتعمل لها ايه؟ اولوياتها، وتشوف المشكله اللي تحتاج تتحل الاول وتحلها بس. وفي الاخر بتعمل ايفالويشن وفولو اب بس كده. تعتبر المحاضره خلصت، وانا عامل لك التلخيص تحت، هتلاقيه عندك في الديسكريبشن، تلخيص هيلم لك الدنيا، ومحاضره سهله جدا وبسيطه. ودي كانت نهايه الفيديو، يا رب الفيديو يعجبكم. مش هوصيكم لايك على الفيديو، كومنت جميل، وانزل اشترك في القناه وفعل الجرس علشان اول واحد تشوف الفيديوهات الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.